ولاد شوارع. عارف يعني ايه ولاد شوارع؟ يعني مجرمين. فاكرهم ضحايا؟ عبيط. اولاد شوارع، ايه قاعد في بيتي اولاد شوارع؟ البنت دي ما تقعدش في بيتي دقيقة واحدة، مفهوم؟ أو ماي جاد، أنت اتجننت يا ولد؟ محدش فاهم حاجة، فاهمين إني بحبك أغبية. أنا فعلا بحبك، بحب أساعدك. أول مرة تخرجي مع حد؟ أيوة. وأول مرة حد يمسك إيدك؟ أيوة. وأول مرة حد يجيبلك فستان؟ أيوة. أنا حابب أعمل ده وحابب أفرحك. يعني بتحبني؟ حابب افرحك. تبقى بتحبني؟ عايز افرحك. يعني بتحبني؟ بحاول افرحك. خلاص مش مهم،
أنا راجعة. كله هيخلص، هتفرحني شوية وبعدين تسيبني، هتسيبني تاني ترجعني، يبقى من الأول ما كنتش تيجي. آه ما تجيش، أنا مش عايزة منك فساتين، مش عايزك تجيب لي فساتين تاني، ولا عايزة أشوفك تاني. لو عايز تساعدني ما تجيش، ما تجيش تاني. أنا آسف. وأنا بكرهك ومش عايزة أشوفك، امشي من هنا، مش عايزة أشوفك، مش عايزة أشوفك. أنا زهقت، أنا بفكر أرجع على مجانس. مجانس؟ مجانس مين يا ابني؟ مجانس ده ميكانيكي كنت بشتغل عنده، كنت بكسب أكتر من الشارع. سبته ليه يا أخويا؟ أصله كان حنين عليا قوي وعمره أمد إيده عليا. ولا أنا ممكن أفخك بدل العجل وأحرقك زي الشكمان، وممكن كمان أشركك، وبعدين ممكن أسيحك، تختار أنهي في دول؟ بيقول إيه ده يا رينجو؟ أنا أبويا نرجع الشارع القديم. ولبيسة عم الخفيف. لبيسة كان بيدور عليك بس خلاص، صاروا شغلانة تانية. قواش الشارع همه يا عم. شغلانة ايه دي ان شاء الله؟ بياع كبد وكلاوي بس بتاع بني ادمين. عارفين يا عيال الكلية الواحدة بكام؟ 15,000 جنيه. ها تبيع؟ ابيع ايه يا عم انت؟ كليتك بذمتك. لا بذمته هو مش بذمتي، ده ماشي هيس وسيح وقال الدماغ. ده عايز نبيع كليتي. الواد ده نصبانجي وهيضيع نفسه وهيضيع اللي حواليه. وفاني ده يا ده. استنى بس يا عم، هتعمل ايه؟ هروح اشوف اقول له بيع كليته ويورينا ال15 باك اللي بيتكلم عليهم.